برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا، وهنبتديها بتفاصيل أو يعني الأخبار الإيجابية والمفرحة ومتابعة زيارة أو مشاركة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين. وكنا يعني من بداية الزيارة أو وصول رئيس الوزراء قلنا أنه كمان بيحضر المنتدى ده بالنيابة عن سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هيتم توقيع عدد من التفاهمات ومذكرات التفاهم والمشاركات في وعقود طبعا شراكة بين الصين وبين مصر في عدد من المجالات. الحقيقة يعني يمكن في مجال تكنولوجيا المعلومات ده من أكتر الحاجات اللي هي محتاجين التكنولوجيا بتاعة الصين، محتاجين الشراكات، ونشوف إزاي دلوقتي وجود الخبرة الصينية والشراكات دي هنا في مصر وإنشاء مصانع زي دي هنا في مصر ممكن يكون إيه مردوده على مصر في المجال ده. أهمية الاستثمار الصيني والاتجاه ناحية الاستثمار في مصر أكيد هيكون له مردود على الاقتصاد. معنا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك. صباح الفل. ولو يعني متابعة من حضرتك في حضور دكتور مصطفى مدبولي لمنتدى التعاون الصيني، حضرتك في البداية بتشوف الاستثمارات الصينية في مصر أو الأنظار الصينية والمستثمر الصيني أنه يتوجه لمصر، بتشوف المرحلة دي أو النظرة دي في الوقت الحالي إزاي؟ هو طبعا الزيارة من الأول هي زيارة مهمة جدا، طبعا التعاون والشراكة مع الصين ده شيء في غاية الأهمية بالنسبة للدولة المصرية في الوقت الحالي. لو شفنا من 2014 لغاية دلوقتي هنلاقي إن في عدد كبير من الشركات الصينية قدرت إن هي تبقى متواجدة في مصر، وقدرت إنها تساهم بشكل كبير في عملية التنمية وعملية الاستثمارات في مصر، زي في العاصمة الإدارية، زي في قناة السويس، منطقة الاقتصادية في قناة السويس، في العديد من المناطق وإنشاء المصانع كان ليهم دور كبير جدا الشركات الصينية. طبعا في الوقت الحالي الشراكة مع الصين أو إن في يبقى عدد كبير من المستثمرين الصينيين أو مع الحكومة الصينية في مجالات عديدة زي مثلا مجال التكنولوجيا، بحيث إن التكنولوجيا طبعا الصين متقدمة فيها بدرجة كبيرة جدا، وإحنا بنهدف في الوقت الحالي أو مصر بتهدف في الوقت الحالي لنقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج وتوطينها في الدولة المصرية وفي المصانع المصرية والشركات، لأن يبقى في إنتاج مصري خالص، نوفر العملة الصعبة ونوفر أيضا كل الـ ويبقى في إنتاج مصري ونقدر نصدر هذا الإنتاج أيضا. فطبعا التعاون مع الصين في الوقت الحالي هو مهم. نظرة بقى الصينيين إلى مصر، أن مصر دولة ناشئة في مجال الاقتصاد في الوقت الحالي، مصر دولة أصبحت مهمة في محيطها بشكل كبير جدا في عملية تنمية شاملة، وعندها البنية الأساسية التحتية الحقيقية لجذب الاستثمارات الخارجية في كل المجالات الممكنة. لكن في مجال التكنولوجيا بشكل عام يعني يمكن اكتر المجالات دلوقتي اللي احنا بنستفيد من الخبره الصينيه والتطور الهائل، يعني الصين بسرعه الصاروخ كل لحظه، مش هقول كل يوم، بيحصل فيها تطور، فنقل الخبرات دي لمصر من خلال الاستثمارات وتوقيع عقود الشراكه والاعلان حتى عن بناء بعض المصانع او طلع ثلاث مصانع هنا في مصر، حضرتك بتشوف ازاي ان ممكن دي تكون نقل في المجال ده هنا في مصر؟ ما هي انا بقول لحضرتك هي نقله كبيره طبعا. صحيح. في المجال ده في مصر، وان الاعتماد على التكنولوجيا والاستفاده من التكنولوجيا في مجالات عديده من الصين. الصين معروف انها دوله متقدمه تكنولوجيا، من الدول الكبرى في طبعا مجال التكنولوجيا، فان احنا ننقل هذه التكنولوجيا الى مصر ونوطنها ونبتدي نستفيد منها ونتعامل بها، ده هيفيد الدولة المصرية. العالم كله ماشي بالتكنولوجيا، الدولة المصرية دلوقتي اتجاهها للتكنولوجيا. لهذا السبب تم إنشاء 17 جامعة تكنولوجية في مصر خلال السنوات الماضية، عشان يبقى خريج هذه الجامعات يقدر إن هو يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. كل ده محتاج خبرات كبيرة جدا. صحيح. احنا شايفين حتى في تطور كده وتغيير في الفكر المجتمعي، لاني اعلم ولادي مش لازم ان انا ادخل كليات اللي بنسميها القمه دلوقتي، حتى بقت مفهومها اتغير، بقت الرياده للكليات التكنولوجيه والمعاهد التكنولوجيه.
بالظبط هو ده اللي بيحصل دلوقتي. ليه؟ لان سوق العمل بيتطلب، سوق العمل كمان اتغير، سوق العمل دلوقتي بيطلب اللي حصل على بكالوريوس في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخلافه. كانت الدوله المصريه سباقه في كده وعندها استشراف للمستقبل، عشان كده تم انشاء الجامعات التكنولوجيه لان الطلبه تقدر تخشها وبعد كده تقدر ان هي تبقى متواجده في سوق العمل بشكل كبير. أكيد. مع الجامعات التكنولوجيه والتدريب للطلبه لازم يبقى في نقل للتكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري من خلال طبعا الشراكات اللي بتتم في الوقت الحالي مع. بشكرك جدا استاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام. ويا جماعه صدقوني يمكن الكلام ده على قد ما بنتكلم على المستوى الاقتصادي والاستثمارات والشراكات والخطوات الجديده اللي ممكن نشوفها في المستقبل القريب مش البعيد، يمكن انا هكرر تاني الجمله اللي كنت بقولها للاستاذ جميل دلوقتي، ده يخلينا نظرتنا اصلا للتعليم التكنولوجي في الفتره اللي جايه يتغير. يعني فكره ان انا اللي ازق اولادي على انهم الشباب على انهم يتعلموا يدخلوا ويخوضوا المجال ده، هي دي الثوره اللي جايه. يعني هي دي الثورة العلمية والتكنولوجية، هو ده اللي جاي. اللي عايز يحط رجله في سوق العمل في حاجة فعلا ليها مستقبل ومحتاجها سوق العمل وتكبر فيها كل يوم وتكون مطلوب وسعرك حتى يزيد كل يوم، يبقى في المجال ده وأي حاجة تخص العمل في مجال التكنولوجيا. هنروح لخبر تاني، لكن الخبر ده خاص بوزارة الصحة. يمكن الفترة اللي فاتت اتكلمنا على اتجاه مصر او اهتمامها بتصنيع الدواء هنا في مصر، وقلنا ان دي خطوة احنا محتاجينها ان هنوفر بيها الادوية، هنقلل صادراتنا من الادوية، اعتمدنا على نفسنا بشكل كبير جدا ولينا تجربة رائدة بتاعة علاج فيروس سي. لكن يمكن الخبر هنا بيتكلم عن بشكل مختلف عن صناعة الدواء، او يكون في قانون او رولز موحدة للدواء، إنشاء الوكالة العربية للدواء وعد، الوكالة اسمها وعد، واختيار جمهورية مصر العربية أنها تكون مقر للوكالة دي. ده خبر فعلا يعني يستحق الكلام فيه، وكمان بنشوف أنه انطلاق المجال ده أو الوكالة دي مجال ابتكار الدواء، تحسين الصحة العامة، مردود اقتصادي على المنطقة، جذب الاستثمارات، تصنيع الدواء في المنطقة العربية، وكمان الاكتفاء الذاتي. هيكون ليك الرياده في المنطقه العربيه بوعد بالوكاله دي انها تكون موجوده، يكون في شراكات عربيه، يكون في استثمارات عربيه، يكون في، انا دايما كمان حتى بقول فكره ان انت بتستورد دواء او ان انت تصدر دواء، يكون عندك حاجه ناقصه، يكون عندك الخبره بتاعه الدواء ده تتعمل عندك هنا ازاي. كل ده لما يكون عندي مش مصانع ادويه، مش شراكات من دول كبرى تيجي تعملها هنا، مش ماده خام انا بستورد عشان أصنع الدواء هنا محليا، لكن عندنا وكالة عربية مقرها جمهورية مصر العربية. وده من الأخبار الإيجابية والمفرحة اللي احنا بنقولها النهاردة لحضراتكم. هنكمل أخبار وزارة الصحة، لكن الخبر ده يمكن أنا بشوف أنه هو كمان تكملة أو استمرار لمبادرة كانت حصلت وممتدة لغاية دلوقتي، يمكن حتى المبادرات اللي هي بقول أن استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية رعاية الأطفال حديثي الولادة أو الكشف المبكر عنهم، اكتشاف الأمراض الوراثية بعد فترة من الولادة أو لما الطفل بيكبر شوية بتخلي فيه صعوبة في العلاج، لكن الكشف على حديث الولادة عن الأمراض الوراثية ورعايتهم أعتقد أن ده بيدي فرصة كبيرة جدا جدا في البداية للعلاج. وهي دي المبادرة اسمها رعاية، مبادرة رعاية للأطفال حديثي الولادة في الفترة من سبتمبر 2024 لغاية ديسمبر 2025، يعني معانا من الشهر ده لغاية آخر السنة الجاية، ربنا يدينا ويديكم العمر على مستوى محافظات الجمهورية، والمقرر تفعيلها من الأسبوع اللي جاي. يعني ابتداء من الأسبوع اللي جاي هتبتدي المبادرة دي، كل مراكز الصحة اللي تابعة لوزارة الصحة والأماكن اللي بتروحوا تطعموا فيها الأطفال المبادرة دي هتبقى موجودة فيهم، الكشف على الأطفال بالمجان، ولو لا قدر الله تم اكتشاف أي حاجة في الأطفال حديث الولادة برضو بيتم تحويلها للمتخصص أو الأخصائي المكان اللي ممكن تكمل فيه الرحلة بتاعة العلاج. فأنا يعني أرجوكم الاهتمام بده والسؤال عن مراكز الصحة، ومبادرة يعني محترمة جدا من وزارة
الصحة. هنروح لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، والداخلية بتواصل فعاليات كلنا واحد. المرة فاتت اتكلمنا عن معرض أهلا مدارس، وكان أنا حاولت أن أنا يعني أوصل صوت حضراتكم بأن وجود المعرض في مدينة نصر ممكن يكون مش مناسب لكل الناس، وإن احنا بنتمنى أو بنأمل أو بنناشد بأن يكون المعرض ليه أماكن فرعية تكون بتسهل على الناس في أكتر من مكان ومراكز ميادين رئيسية الناس تقدر تروحها. مش كل الناس تقدر توصل لغاية مدينة نصر في المعرض الرئيسي عشان مستلزمات المدارس. المعرض بقى محترم جدا، في كل مستلزمات المدارس من الشنط والجزم وحتى المواد الغذائية، احتياج المدارس بتاعت الكشاكيل والكتب والإقلام وكل اللي انتوا بتحتاجوه. أسعار ممكن توصل من 30-50% مخفضة عن المحلات بره، فهتلاقوا فيها كل الاحتياجات. وزارة الداخلية برضو من خلال مبادرة كلنا واحد اللي دايما بنتكلم فيها عن السلع الغذائية أو المواد التموينية، لا ده هنا كمان بتقول انه كل احتياجات المدارس من خلال المرحلة 26 في كل المنافذ بتاعتها هتلاقوا فيها كل السلع الغذائية وغير الغذائية موجودة في المعارض دي، وبرضو بأسعار مخفضة محاولة لتسهيل الأمور وتوفير السلع مع ارتفاع الأسعار الكبير جدا بره. أعتقد أن حضراتكم شايفين اللي بينزل بعيدا عن المبادرات أو المعارض دي شايف أسعار الجزم عاملة إزاي، والحاجة زادت يعني أكتر من 300%. فيعني أعتقد أن الموضوع هيكون فيه تسهيلات كبيرة جدا جدا جدا. نكمل معاكم الأخبار ونروح لخبر معرض أثري بالمتحف القبطي احتفالا برأس السنة القبطية. الخبر بيقول ان المتحف القبطي في مصر القديمة، احنا كنا عاملين فقرة اصلا عن المتحف القبطي وكل الاقسام بتاعته وتاريخ المتحف ده ايه، وقدمنا يومها دعوة ان انت تروح وانك انت هتلاقي اللي بيساعدك والمرشد اللي بيبقى معاك من الباب عشان ياخدك يفرجك على تاريخ جوه المتحف القبطي. وبالمرة كده لو انت رحت اليوم ده تقدر ان انت تاخد جولة في كل المناطق الاثرية في مصر القديمة. المتحف القبطي بينظم معرض اثري مؤقت عن الشهداء الفرسان في العصر القبطي بعنوان القديس فارس، وده احتفال برأس السنة القبطية. كل سنة طيبين طبعا، 11/9 هيكون السنة القبطية 1741، واللي بيوافق السنة الميلادية 2024-2025. ده بقى مكانة الشهداء في الكنيسة القبطية، ده تاريخ يعني، ده مش خاص بس بالكنيسة القبطية لكن ده تاريخ. فيعني أنا أعتقد أن حضراتكم هتكونوا سعداء جدا جدا بالمتحف ده لو عملتوا الزيارة دي. نشوف كده برضو تفاصيل أكتر عن المتحف ده. دكتورة جيهان عاطف المدير العام للمتحف القبطي. دكتور جيهان صباح الفل. صباح النور، اهلا بيكم. صباح الخير على حضرتك. طبعا كل سنه وحضرتك طيبه وكل الناس بخير بمناسبه يعني طيبة السنه القبطيه الجديده ان شاء الله. ولو حضرتك تدينا فكره عن المتحف ازاي بيستعد طبعا للمعرض ده، وايه مقتنياته تشجيعا من حضرتك ان الكل ممكن يشارك ويروح المتحف. تمام. المتحف القبطي دايما زاخر بالانشطه الثقافيه بتاعته، فهو مش مجرد مكان لعرض الاثار لكن في أنشطة بتبقى باستمرار في المتحف، منها قسم المعارض. المتحف بينظم كل سنة معرض بمناسبة عيد النيروز. المعرض السنة دي فكرته عن القديس الفارس، يعني احنا كل سنة بنختار موضوع أو هدف معين لعنوان المعرض. المعرض بيضم 7 قطع أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، منها ايقونتين، ايقونه بتمثل الشهيد بؤطر وهو متوج اللي حضرتك شايفاها قدامك، وهو متوج بالزي العسكري وبينتضي الحصان وبيطئ بحصانه على الشيطان اللي هو ممثل في شكل التنين. دي بترجع للقرن 18. وايقونه اخرى برضو للشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، وهو مصور بتحيط حول رأسه هالة نورانية وبينتجي الحصان الخاص بيه وبيمسك حربة بيطعن بها أيضا الشيطان. عندنا كمان في المعرض مخطوطين من مخطوطات الحامولي اللي هي اكتشفت عام 1910 بالقرب من دير الملاك غرب الفيوم، للقديس إيسيدوروس وقديس تدرس المشرق.
أيضا عندنا مخطوط للسنكسار، وطبعا كلنا عارفين السنكسار اللي هو بيحتوي على سير الشهداء. فمنها الفصل المناسب، يعني مفتوح الكتاب السنكسار على الفصل المناسب لتاريخ اليوم أثناء صلوات داخل الكنيسة عن الشهداء، سير الشهداء والقديسين. بيحتوي برضو المعرض أيضا على قطع حجرية، يعني المعرض ماسك كل أنواع الأثار اللي في المتحف، النسيج، الأحجار، الأيقونات، يعني متنوعة. الشاهد القبر ده بيرجع للقرن الثاني أو الثالث الميلادي، ده بيبقى عليه زخرفة للقديس بيمتدي حصان وعلى رأسه هالة من أشعة الشمس. وكمان التنوع ان في قطعة نسيج من نسيج القباطي اللي مشهور بالأقباط في ذلك العصر، اللي هو بيبقى من الصوف والكتان، بيصور عليها في الوسط فارس يحيط به أربع جامات صغيرة بتحتوي على كل منها بتحتوي على قديس. السبع قطع دول عنوان المعرض بتاعنا اللي هو القديس الفارس. بيستمر المعرض لمدة شهر من تاريخ افتتاحه اللي هو 1/6. وفي المواعيد بتاعة المتحف الطبيعي، المواعيد العمل الرسمية في المتحف من الساعة 9 صباحا للساعة 4:30 مساء. المتحف مفتوح لكل زوار المتحف الأكبر. تمام، انا بشكرك جدا دكتور جيهان عاطف المدير العام للمتحف القبطي، ويعني دعوه النهارده ان حضراتكم معاكم شهر اهو تقدروا ان انتم تروحوا، وفرصه ان احنا نعرف تاريخ يعني كنيستنا وشهدائنا من خلال المعرض، ويبقى يوم جميل تقدروا تأدوه كمان في باقي المناطق الاثريه. نروح لهيئه الارصاد الجويه والدرجات الحراره، واللي بتقول انه في يعني كثافه في السحب، يمكن حضراتكم شايفين انه الجو تحس انه مغيم شويه، فيمكن ده حاجه بعدين اشعه الشمس، لكن في نفس الوقت ما بيقللش قوي من درجه الحراره او من ارتفاعها ولا معدل او نسبه الرطوبه اللي ما زالت مرتفعه وبتحسسنا بارتفاع في درجات الحراره ازيد من معدلاتها. خلينا نشوف درجات الحراره على الشاشه. دي كانت أخبارنا، يا رب الفقرات النهاردة يعني تبقى مفيدة وتعجب حضراتكم. النهاردة هنتقابل مع شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري، نتكلم أكتر عن مشروعاتهم، عن نسب الإنجاز فيها، العروض اللي هما دايما بيقدموها لعملائهم والتسهيلات. هيكون عندنا فقرة أعتقد أنها مهمة لكل بيت، يعني كلنا محتاجين أننا نكون قدوة لأولادنا، بس إزاي نعمل كده بعد الفصل. Thank you.